فيا أيها المضيع لآكد الحقوق المعتاب عن بر الوالدين بالعقوق، بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشيء، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع بك ما يذيب المهد، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. فإذا ما أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، وكسيت وهي عارية، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك في حقها عن التأفيف، فيكون جزاؤك في الدنيا عقوق البنين، وينالك في الآخرة غضب رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين.